عن صعود لتيارات متطرفة أرادت أن تذهب بالدولة الوطنية بعيدة وتمزق الكيان العربي. كانت هناك خلافات عاتية ومريرة الحقيقة، ورأينا هذه الخلافات في مناطق متعددة آخرها السودان. هذا السودان الذي يعاني الآن من أزمة كبرى، المملكة الحقيقة أيضا بذلت جهودا حسيسة وجاءت بالطرفين إلى هنا وعقدت اجتماعات بقصد لملمة الشمل السوداني، وسمو الأمير محمد بن سلمان تواصل مع كافة الأطراف المعنية العربية والسودانية، وكان الهدف بالفعل الوصول إلى نقاط اتفاق حتى يمكن بالفعل وقف إطلاق النار أولا أو التهدئة أولا، ثم وقف إطلاق نار دائم، ثم الوصول إلى تسوية سياسية. وهذا ما تسعى إليه الجامعة العربية الآن في إطار الاجتماعات التي حدثت، خصوصا اجتماع تمهيدي هو اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، وتحدث فيه الحقيقة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، تحدث وزير خارجية الجزائر رئيس الدورة السابقة، وتحدث أيضا بإسهاب الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي. هي كان القواسم المشترك مهمة وواضحة. كان هناك حديث عن ضرورة حل سريع وعاجل لهذه المشاكل التي تؤزم الأوضاع في المنطقة العربية. طبعا القضية الفلسطينية كانت عنوان مهم جدا، وكان هناك رؤية واتفاق، وهذا الأمر أيضا نوقش في أعمال القمة. هذه القمة التي الحقيقة قمة متميزة سواء بحضور القادة أو بجدول الأعمال الذي لم يستثني أي من القضايا المهمة. عندما تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية مؤكدا على ضرورة التوافق العربي من أجل مواجهة التحديات الراهنة، عن القضية الفلسطينية، عن الوضع في السودان، عن الأوضاع العربية، عن حتى الترحيب بالصيغة الجديدة سواء في علاقاتنا مع إيران أو في علاقاتنا مع تركيا، شريطة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلداننا العربية، وهذا ما أكد عليه كافة المسؤولون السعوديون الذين الحقيقة فتحوا الباب أمام يعني التواصل مع هذه الأطراف المعنية على قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة الدول. كما قلت، ما حدث في اجتماع وزراء الخارجية وما حدث في القمة كانت القضية الفلسطينية قضية مهمة جدا. الحديث عن ضرورة إحياء مبادرة السلام العربية التي طرحها المغفور له الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل ذلك في قمة بيروت سنة 2002، ويومها الحقيقة كانت الرؤية المطروحة تقول أننا أولا لابد أن نسعى إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن أي أمر آخر. هذا الحديث عاد مجددا باعتبار أن هذه الرؤية التي تحوز على توافق عربي، وفي نفس الوقت هي رسالة للعالم. صحيح أن إسرائيل لم تقف إلى جانب هذه المبادرة وتحدت وعارضت، وصحيح أنه لم يكن هناك موقف أمريكي أو غربي قوي وفاعل يمكن من خلاله إنجاح هذه المبادرة وإلزام إسرائيل بهذا الحل الذي يقوم على أساس حل الدولتين، أو إلزامها بضرورة تنفيذ القرارات الدولية والمبادرات العديدة التي طرحت في هذا الأمر. ولكن الحقيقة أستطيع أن أقول أن التمزق العربي والفرقة العربية في الفترة الماضية كانت عامل مهم جدا، وأيضا الخلافات على الساحة الفلسطينية، نحن رأينا خلافات بين الفصائل الفلسطينية متعددة على الساحة الفلسطينية، كل ذلك الحقيقة ربما غيب القضية الفلسطينية عن أن تكون في صادرة الواجهة، كما نعرف نحن أنها هي القضية المركزية للعرب جميعا. ولكن في هذه القمة والمتابع لها من خلال المناقشات، أولا هناك الحقيقة ترحيب كبير بالجهد المصري الذي بدأته القيادة السياسية المصرية والجهات المعنية في مصر بوقف أو التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وبين الأطراف الفلسطينية، وقف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي تم خلال الفترة الماضية. وهذا ليس
جهد جديد انه مصر تبذله، ومصر تسعى من اجل اعمار غزة، ومصر تحاول على قدر المستطاع ان توجد حلا للقضية الفلسطينية. ويعني من يتأمل ايضا كلمة الرئيس الفلسطيني ابو مازن الذي تحدث بقوة عن القضية الفلسطينية وطالب المجتمع الدولي بان يوفر الحماية الدولية للفلسطينيين، وطالب بوقف هدم المساكن في القدس ووقف حركة الاستيطان ووقف عمليات القتل التي تجري للشعب الفلسطيني، وأنه حان الوقت الحقيقة لإنهاء هذا المشكل وحل القضية الفلسطينية. كذلك الحديث الذي يعني أدلى به خادم الحرمين الشريفين والتأكيد على مواجهة التحديات